منذ 7 أكتوبر حالة ظروف الحرب والتصعيد المستمرة في قطاع غزة دون رجوعهم إلى بيوتهم ومنازلهم داخل قطاع غزة. إنهم الفلسطينيون العالقون في مدينة العريش المصرية، والذين طلبت منهم السفارة الفلسطينية في القاهرة بعد التنسيق مع السلطات المصرية أن يتوجهوا إلى معبر رفح البري بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، وهم قد لبوا النداء وبالفعل وصلوا في ساعات الصباح الأولى إلى محيط معبر رفح، وبدأوا بالفعل في الدخول إلى بوابة معبر رفح من الجانب المصري، حيث يتم التنسيق لعبورهم مرة أخرى عائدين إلى مناطقهم. ما بين هؤلاء من يسكن وسط غزة، ومن بينهم من يسكن شمال غزة وجنوب غزة، هم من مختلف مناطق قطاع غزة، ورغم أن بعضهم تهدمت منازلهم وفقدوا الكثير من أفراد أسرهم وذويهم، لكنهم مصرون حسبما أكدوا لنا على العودة إلى بيوتهم حتى لو استمر الضرب. هذه أرضي، مصر أرضي وغزة أرضي، لكن أنا مسقط رأسي غزة، بدي أموت في غزة. بلدنا، بلدنا وأرضنا وولادنا هنسيبهم لمين؟ هنموت فيها. غزة بلدنا، نعيش تحت سمائها وندفن في ترابها، هكذا يؤكد أبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة الذين سيعودون اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وهم يطالبون بمد العمل بالهدنة ويشددون على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار ودخول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، ويشددون على أنهم سيعيدون إعمار مدينتهم وبلدهم مما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، من أمام معبر رفح البري.